بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم عن إكسار نبات صبار الشمعدان. صبار الشمعدان صبار جميل، ليه أوراق جانبية صغيرة زي ما حضراتكم شايفين، وألوانه متداخلة جميلة. الصبارات عموما يعني نسب نجاح إنباتها عالية جدا، ومناسبة لأي حد من المبتدئين اللي بيجربوا لأول مرة. كمان يعني القاعدة العامة في الزراعة بالعوال إن لازم بيبقى فيه نسبة من العوال إن هي ممكن ما تنجحش، وده أمر طبيعي جدا يا جماعة. إن شاء الله هنقطع العقل بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. وهناخدها كمان نقسمها كل واحدة لجزئين، يعني هنا كده جزء والباقي جزء. والعقل التانية نفس الكلام. في طبعا هنجيب التربة بتاعتنا بعد ما قسمنا العقل بتاعتنا لكل واحدة لجزئين، ولازما الراية الأولى تكون التربة مشبعة بالماء لحد الماء ما يخرج من فتحات الأصيص. التربة دي يا جماعة خليط تربة طينية على تربة رملية. كده غرسنا العوال بتاعتنا، عشان بس التثبيت شوية التراب عشان تثبت. وهنحطها في مكان فيه إضاءة، لكن مبدئيا كده في البداية هنحطها بعيد عن الشمس المباشرة. تعالوا بقى نشوف العقل اللي احنا زرعناها قبل كده. دي عقل زرعت يا جماعة بنفس الطريقة. الطول ده حاليا حوالي 55 سنتي، اخدناها من نفس الأم. هنكشف معاكم ان شاء الله على الجذور بتاعتها. هذا مجموع جذر جميل جدا ما شاء الله في الأولى. تعالوا بينا كمان بقى نشوف العولة التانية. في يا جماعة كمان ملحوظة، يعني إن الناس ساعات بتسيب العقلة ديت لمدة يومين لحد ما تلتئم الجروح، وممكن مكان القطع يعني نحطه في تراب ناشف وبعد كده نقوم نزرع على طول. ده كان طول العقلة القديمة، وما شاء الله يعني تقريبا اتضاعفت مرتين. نفس الكلام اللون اللي هو الغامق ده، دي العقلة القديمة، واللي باقي بعد كده نمو في فترة تقريبا حوالي 6 شهور. بشكر حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.